أهمية كبيرة إن نعمل الحلقة المستديرة ديت مع عدد من القيادات العمالية في التوقيت دوت بالذات، خصوصا إن إحنا على بعد أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية، وزي ما كل المؤشرات وكل أجهزة الدولة دلوقتي شغالة، فواضح جدا ان المرشح الدولة او مرشح الثورة المضادة فتاح السيسي هو اللي حظوظه اعلى بكتير في الانتخابات اللي جاية، وده في الحقيقة بيقول لنا ان في مخاطر كبيرة جدا على الحركة الاجتماعية في الفترة الجاية، نتيجة لأن السيسي زي ما ظهر بشكل واضح في التصريحات بتاعته وقبل التصريحات بتاعته في السياسة المتبعة من 3/7 اللي هي معادية بشكل أساسي للجماهير الشعبية وفي القلب منها الحركة العمالية، وطبعا في شواهد كتيرة على مدى عداء السلطة للحركة العمالية من اعتقال القيادات العمالية في البريد وفي نتجاز، ومن استمرار ورفض عودة المفصولين بأمر جمهوري زي ما العمال المفصولين طلبوا كثيرا، لكن في نفس الوقت اللي بيتم رفض عودة العمال المفصولين بتطلع أوامر جمهورية بالتصالح مع المستثمرين، في نفس الوقت اللي بيتم فيه التصالح مع المستثمرين بيتم رفض تنفيذ الأحكام بحجج مختلفة في المواجهة البخارية وفي طنطا الكتان وفي شركات عديدة جدا. السياسة ديت كمان كانت لعبت دور في فكرة تكميم الأفواه العمال بإصدار القوانين المعادية للعمال زي قانون التظاهر اللي بيجرم الاعتصام والإضراب، وكمان في إصدار قانون تحصين الفساد اللي بيجرم أو بيمنع الطعن على عقود بيع الشركات اللي تم نهبها، وبيقول بيدي في الحقيقة ضوء أخضر للفاسدين جوه النظام ولما يسمى بالمستثمرين لنهب ما تبقى من ثروة البلد. السياسات ديت هي سياسات السيسي في الحقيقة، وبالتالي احنا هنواجه في الفترة الجاية بإجراءات تقشف مضمونها الحقيقي هو رفع الأسعار وتقليل الرواتب وقمع الاحتياجات الاجتماعية. عشان كده احنا مش شايفين العمال محايدين في المعركة ديت، احنا مش شايفين العمال ملهمش علاقة بالسياسة، العمال هم غيابهم عن المشهد السياسي وغياب وجود حزب حقيقي بيمثلهم وبيعبر عنهم وبيناطح عشان يستولى على السلطة هو اللي موصلنا للنقطة اللي احنا فيها دلوقتي، ان احنا بنخوض المعارك وبننزل في كل الثورات، لكن مرة يستولى على الثورة المجلس العسكري بسياساته المعادية، ثم بعد كده يستولى عليها الإخوان المسلمين بسياساتهم المعادية للعمال، ثم الآن مرشح الثورة المضادة عبد الفتاح السيسي بيستعد لتولي السلطة. عشان كده احنا شايفين ان في أهمية لتخسير عبد الفتاح السيسي ما نقدر عليه من أصوات في المعركة الانتخابية بالتصويت للمرشح المنافس ليه، أي ما كان اختلافنا أو اتفقنا مع هذا المرشح، لأن في أهمية حقيقية لتخسير السيسي أكبر عدد ممكن من الأصوات، في أهمية حقيقية لأن احنا ننظم صفوفنا، خصوصا أن عدونا بيقول لنا بشكل واضح أن مفيش إضرابات، أن مفيش إمكانية غير مسموح بالاحتياجات العمالية بعد كده، وزي ما قال في التصريح بتاعه القانون ليه أسنان، وده طبعا بيذكرنا بكلام السادات المباشر بأن الديمقراطية ليها أنياب، فالقانون ليه أسنان واللي هينزل في الشارع هيتم التعرض ليه بالقانون.
وطبعا طلع في السياق دوت الدعوات المشبوهه بتاعت وزاره القوى العامله في نهاية وزيره القوى العامله نهاية العشري في اسكندريه باطلاق الوثيقه بتاعت وقف الاضرابات والاحتياجات. والمعلومات اللي جايه لنا ان هم بيحاولوا يعمموا هذه الوثيقه في كل محافظات مصر. في النهارده قاعده في طنطا في محاوله لعمل نفس الوثيقه ديت مع عدد من قيادات الاتحاد الحكومي والاتحادات المستقله وغيره، وفي محاولات لتمريرها في كل المحافظات. وبالتالي احنا واجب علينا ان احنا نتصدى للسياسات ديت، وان احنا ننظم صفوفنا منطلقين من ان زي ما العمال قدروا ان هم يتصدوا لسياسات المجلس العسكري وقابلين نظام مبارك وقابلين وبعدين نظام مرسي، فهيقدروا يتصدوا لنظام السيسي اللي بيعبر بشكل حقيقي عن الرأسمالية المتوحشة. احنا عند برضو مقترحين ان يبقى نقدر نطلع بوثيقة النهاردة اسمها وثيقة الكرامة، وثيقة بتطالب باستمرار الكفاح العمالي من اجل انتزاع المطالب. انا ممكن اقرا عليكم الوثيقه بشكل سريع، وان احنا في كلام المتحدثين نعلق عليها برضه ونشوف ازاي نقدر نتحرك بيها وسط القوى السياسيه والنقابيه والشخصيات العامه. وثيقه الكرامه التمسك بالمطالب العماليه. على مدار سنوات طويلة ناضل العمال من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة في أجر عادل ونقابة حرة وتثبيت العمالة المؤقتة وعودة الشركات المخصخصة وقانون عادل للعمل وإصدار قانون الحريات النقابية وعودة المفصولين. كما لعب العمال دورا لا ينكر في انتثار ثورة 25 يناير وفي موجة 30 يونيو السوية، ولكن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة ضربت بمصالح العمال عرض الحائط، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل زاد الأمر سوءا في الشهور الأخيرة، حيث تم التراجع عن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، ولم يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بعودة الشركات، وتم القبض على قيادات العمال بتهمة التحريض على الإضراب في نتجاز والبريد باستخدام قانون التظاهر. وأخيرا أصدرت وزارة القوى العاملة مع النقابيين الصفر وثيقة وقف الإضرابات، والأخطر أنها تسعى لتعميمها في كافة محافظات مصر في ظل حملة تأييد باسم ملايين العمال لمرشح الدولة عبد الفتاح السيسي، وهي الحملات التي كانت تنظم لصالح المخلوع مبارك. وفي ضوء ذلك نعلن تأييدنا للعمال المحتجين في كريستال عصفور وسيمو الورق وشرق الدلتا بورسعيد، ونشدد على حقنا خاصة في ظل الارتفاع الرهيب في الأسعار ورفض الدولة للاستجابة لمطالبنا في استخدام كافة الوسائل الكفاحية التي كفلها لنا القانون، ونرفض في ذات الوقت كل المحاولات المشبوهة لتجريم نضال العمال. وشكرا.